باش ناخذوا لوجين معنا على التليفون. لوجين مرحبا. الو عسلامة. مرحبا بك يا لالا. اهلا يا هشام، مرحبا بكم الكل. يعيشك. اذا انا اول مرة نتكلم راديو. مرحبا يا لالا، مرحبا بك. هيك علاش ممكن ياسر تلاحظ اني عندي تراك ولا حاجه؟ اول مره انا نعرف كيفاش باش نخليك تحكي وتفضفض وتفرغ قلبك وتكون كأنك تحكي مع صاحبتك هكا. تنجم تعتبرني صاحبتك ولا؟ يعيشك. يعيشك. لوجين، انت حماتك هي سبب تلاقك؟ اي حماتي هي كانت السبب الاول. براسك الاول في تحطيم حياتي الزوجيه، معناها فهمت. اي قداش قعدت معرسه؟ ديجا حكايه عندها عامين وبقي عندها اثر. كي نتفكر معناها تتفكر الحكايه كي نبدا نسيتها ومنشغله في نهاري ولا نخدم ولا حاجه ما تقلقنيش. اما صدقني والله كي نحكي فيها نحس في روحي قش عليها امس، قش عليها البارح الحكايه، عرفت؟ اثرت فيك نفسيا الحكايه؟ الحمد لله توا تسمى رجعت كما قبل، يعني قوية، ورجعت نتكلم ورجعت نحكي ورجعت نضحك مع أصحابي ورجعت نخدم عادي. لوجين احكي لي شنو اللي صار. عرست أنا عام 2017، طلقت عام 2019، كانت تجربتي فاشلة. عرست معناها زواج تقليدي عن قناعة، هو ما عندي ما فما حتى حد دخل معناها، عن قناعة هو مقتنع بيا وأنا مقتنعة بيه. من الأول كانت العلاقة عادية، ومن بعديك في الخطوبة بشوية 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 معناها تعرفنا على بعضنا. أنا حبيته وتعلقت بيه، هو يقول لي نحبك وما نعرفش معناها العبد مش باش يدخل في القلب الداخل، فهمت؟ على كل حال قعدنا بقينا هكاك 9 شهور خطبة، بعديك صار العرس، عرسنا فهمت. ولا كما قلها شو نقول اني تعرفتوا على العائلة وعرست، ووقتها بدات المشاكل بين عائلة زوجك. شنو اللي صار بينك وبين حماتك؟ عائلة زوجي مش ما نعممش، ما نقولش عائلة زوجي، بالعكس نقول حماتي ام اكها وما زوجك ام تعليقي توا. اي باهي. شنو اللي صار؟ قلبت عليا مش كيما قبل، مع حسيتها مش عليها هبطلها من جبل ولا هبطلها من عرش من كوكب اخر، ما عادش كي قبل. تقلبت عليا، تدخل برشا في حياتي الخاصه وحياتي حياتي انا يعني ولدها معناها في جميع المجالات. ما نقولش كان معناها كل يوم، هذيك حكيت كل يوم. اي انت سامحني، انت كنت تسكن قريبت لها برشا، كنت تسكن فوقها تحتها؟ هذا هو الموضوع، لب الموضوع. اني من خلال تجربتي هذيا مانيش نادم على حتى شيء، الحمد لله رب العالمين، هذاك ربي هذاك ربي شنو كتب لي، فهمت؟ مي نادم على حاجه برك، لاني معناها ما خذيتش قرار لاني معناها نسكن في بلاصه وحدي ولا في دار وحدي ولا معناها شاركتهم. دونك كانت هي على تطلع في كل تحركاتك، دخولك خروجك، لبستك، تنظيف دارك، تنجرتك، دونك كانت تعمل تعليق. صحيح. من الناحيه هذه، ولانه كان فما تقلقني برشا وتغسل لي بغسره نتاع محقرانيه، وكي يروح ولدها ما تتصرف عادي، معنى كي يروح ولدها تتصرف عادي. وانت حكيت معاه على التعامل هذية؟ تقول له راي امك غير وقت اللي تبدا انت هوني؟ لا ما قلتلوش الكلمة دي، مي قلت له راي امك ودا شنو، وطلبت منه انا معناها باش نسكن وحدي اني وياه وناخذوا حريتنا واستقلاليتنا ونخرجوا لبرا معناها نكري ولا نسكنوا في اي بلاصه، في اي بلاصه اني مقتنعه حتى باش نسكن في استوديو اس ار اس زيرو، المهم اني نلقى حريتي مع راجلي، فهمت؟ اي لوجين، امه كانت تسكن معك في الدار ولا كنت انت عندك؟ اني كنت نسكن معاها، فهمت؟ كنت نسكن معاها في دار العيله، يقولوا دار العيله معناها دار العيله. اي فهمت. دونك الاحتكاك هذاك هو اللي سبب مشاكل وفات العلاقه، ولد برشا مشاكل. أي. وبرشا سوء تفاهم. اي وسامحني، من الاول كانت علاقه عاديه، بتالي بشويه بشويه ولدت الكره في العلاقه دي، ولدت الكره معناها
هي تعامل فيه بالخايب واني مش نطايقة وحاطة في قلبي و... وساكتة ومتحملة، مرة نتكلم مرة لا. هي بالنسبة لي هي اني معها هي عمري ما من معناها من ما وجعتهاش وإلا ما عملت لهاش حكاية. لا ما نجمش. أي أي مهم برشا الاحترام. نحل فمي ونحكي معاها احترام صحيح، أما إني زادة معناها هذيك هي تبعتي، ما نجمش نقول كلام خايب ولا نوجع الكبير و... لكن قررت أنت أنك تنهي علاقتك بزوجك وهذه كانت النهاية. لا ما قررتش، ما كانش راهو كل شيء خارج عنا على عنا. هي أخذت القرار هذا؟ هي أثرت على ولدها باش تطلق، طلقها مع حشيش بها درجة كل كلام هذاك معناها. باهي مشكورة لوجين على المداخلة، فقط في أقل من دقيقة باش نحاولوا نحوصلوا. هذه مشكلة كل التوانسة تقريبا، كيما لوجين تقول لك حماتي سبب إطلاقي، تقول لك الإشكالية، ويمكن عرفت نختار السؤال احتكاك في وسط العائلة. مرات الكنة وإلا مرت الولد تحب تدخل للعائلة وتحب تقرب من العائلة، وسي اون ارما دوبل ترانشان. مرات العائلة تكون مرحبة باللو با هذيك، ومرات تتقلب عليها وتصير مشاكل. هل انه هوني لازم واحد يخف ساقه شوية باش يفرض الاحترام؟ وفي الحقيقة فما عدة عوامل وعدة تفسيرات الشيء هذايا. قالت الأخت نحب نتمنى اللي قالت أنا عشت تجربة فاشلة، لكن ما فماش تجارب فاشلة ولا تجارب ناجحة. كل تجربة تعتبر كسب في الحياة. أي. وبعد ساعات من فشل نصنع النجاح، ومن النجاح نصنع النجاح، ونصنع أحيانا حتى الفشل. بالتالي هنا فما مشكلة استقلالية في الفضاء. أي. دونك اللي يخلي أن نسيج جديد على العلاقات ما بحكم أن ربما هي ما عندهاش تجربة، والمرأة ما عندهاش ربما مستوى تعليمي معين، وما تقدرش معناها تقيم العلاقات، هذاك ربما يسبب في مشاكل كبيرة. وهنا نداء للتوانسة برشا، روح حتى التوانسة لاباس عليهم توا. أنا قلت لك علاش نرجع للمقولة جو مي ما ترافيغ توا، يحب ولده ديما فوق منه، أول ما يتفرد يبني له دار فوق منه ويسكنوا فوق منه. لكن راهو مش حل هذايا. الاستقلالية في الفضاء هي راهي نتاج لسعادة كل من الطرفين. مهم هذا مستقل، هذا معناها اما تسكن مع بعض قريب حكم عاداتنا وتقاليدنا، فوارق معناها بين الجيل والاخر، بين ثقافه اخرى، وبين عدم القدره على عقلنه الجانب العاطفي نتاع الام. ما تنجمش تخرج من كل السلوك كل الهيمنه على ولدها دونك وتعتبر الاخرى كمعناها ان امبيتمون على التيران تاعها، تقع اشكاليات كبيره. المجتمع التونسي عندنا عادات تقاليد بها، لكن عندنا عادات تقاليد يجب تحيينها. أكيد. يجب عقلنة الجانب العاطفي في علاقة الأم بابنها ولا البنت بأمها، هذا أكيد جدا. مشكور سي الهادي شريف مختص في علم الاجتماع. هكا تقريبا نخلط نهاية موعدنا اليوم. في الإخراج عزة وأمنة غرسلة، في الأعداد عبير زغدودي، وئام رابح في الديجيتال. هكا نخلط نهاية موعدنا. ويخر عندكم موعد الأخبار مع الزميلة هيفا التويتي. ما بقى لي كان كلكم.